دي هي دي الحقيقة. عايز تهدى، عايز يجتمع شملك، عيش بذكر الله، حافظ على ورد الذكر. ولذلك في فكرة حلوة قوي هقولها لكم، عايز أختم بيها، أما حديث حلو بشكل. يقول الله تبارك وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يبقى لازم الكون يبقى معاك طول ما أنت بتقول لا إله إلا الله. أنا مع عبدي، ربنا معاك الآن، قول كده، اسكتي خالص، قول معايا دلوقتي: لا إله إلا الله، الله معاك الآن يعزك. يعني إيه ربنا معايا؟ يعني إيه معية الله؟ يعزك ويكرمك وينصرك ويأيدك ويخلي الكون يطوعك ويسخر الكون ليك وأهدافك تتحقق. مين يسيب الذكر بعد الكلام ده؟ حافظوا على ورد الذكر، رمضان بيقرب يا جماعة، عيشوا بورد الذكر. ورد الذكر اللي احنا متفقين عليه 1000 تسبيحة، 20 دقيقة بس المهم تحسها وانت بتعملها، 200 استغفار، 200 لا إله إلا الله، 500 الباقيات الصالحات، سبحان الله 100، الحمد لله 100، لا إله إلا الله 100، الله أكبر 100، لا حول ولا قوة إلا بالله 100، وتختم 1000 بالذكر بأسماء الله الحسنى، ثم تصلي على النبي على قدر استطاعتك. الله، طب مش قادر أعمل 1000، 700، قلل شوية في الاستغفار وفي لا إله إلا الله الأولى. يا سلام، يحصل إيه؟ يتلم شملك. أنت كتير من غير الذكر متبعتر، أمرك فرطة، صدق الله العظيم. اجمع شملك بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وعيش، لأن رمضان بيقرب. انوي وعاهد ربنا: أنا هحافظ على الذكر كل يوم من هنا لغاية رمضان. وفي رمضان ندخل مع بعض إن شاء الله برنامج رمضان حياة الإحسان، فتبص تلاقي إنك متجمع وتدخل معايا نعيش بقى مع الذكر والإحسان، فتنطلق وترتقي وترتقي. عيشوا معايا فكرة حياة الذاكرين وحافظوا على ورد الذكر، وقابلكم إن شاء الله في رمضان، وانشروا الفكرة دي، انشروا برنامج حياة الذاكرين.